تاريخنا نحن تاريخ الأمة الإسلامية أكثره كتبه الحكام وموظفون عند الحكام، فهو إذن المؤسسة الرسمية كتبت التاريخ. ومثلا نجد أن الطبري، هذا من أهم مصادر التاريخ، الطبري قناعاته شيء آخر، هو يقول يصل إلى مراحل عن الإمام الحسين أو عن الإمام الحسن ما أستطيع أن أذكرها، هو يقر في كتابه أنا ما أستطيع أن أذكر أي شيء. بعدين كان هناك تيار سلفي كفر الطبري وما خلاه يدفن في مقابر المسلمين، ورجموا بيته بالأحجار حتى تدخلت الشرطة من هؤلاء المتطرفين. إذن أكثر تاريخنا الطبري الذي هو يعتبر معتدل وإداري الوضع الحكومي والوضع العام للناس. تاريخنا نعم من هذه الناحية أكثر رسمي، بحاجة نحن إلى قراءة التاريخ ونقرأ التاريخ الأهلي أو تاريخ الرأي الآخر وما الرأي والرأي الآخر، ويمكننا حينئذ أن نستنبط منه الكثير والمفيد.